اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردأ ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن دجبته سيدا من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارك ومغاربات وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى
وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه عليا علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولى اللهم وال من والى وعاد من عادى وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم ولا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق من منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأصائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع
وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين الأعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي المعالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامث آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردة أين مستأسل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات
يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولى وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجابك أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إلى إذا جلا إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما
وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررى، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحد به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا، وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوز جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده، ريان رويا هنيئا سائقا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبه واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد مؤمنين and مؤمنات wherever you are I request you to please join me in reciting five times أمن يجيبو praying for those مؤمنين and مؤمنات who are suffering from one or another illness, and especially those people who have been inflicted with the COVID-19. Let us pray for their quick and complete recovery. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu al-su' أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر
Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد. Let us remember all our marhumin, gift them Surah Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمل حيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بار وعيشي قار ورزقي دار وعملي سار وأولادي أبرارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين
Amma ba'd, my dear elders, brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. This Friday, which is the first day of January, New Year 2021, let us remind ourselves that we have a responsibility to seek our salvation, and in order to do so, we have to be pious, we have to be careful of our duties that Allah Azza wa Jal has made obligatory and compulsory upon us. And at the same time, we have to remind ourselves that the life in this world is temporary, and one day we have to depart from this world and we go to the life in the hereafter, which is the real life, which is the life for which we are working in this world in order to achieve the rewards in the hereafter. So two reminders for us. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, O you who believe, be careful of your duties to Allah. And also, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, and then look at yourself, reflect, ask, take account as to what have you sent for tomorrow, for it is that provision which is going to be of help to us in the hereafter. Elders, brothers and sisters, I want to mention three things very quickly. Number one is that I'm sure that every one of you and like me, many people will have sent you messages wishing you a happy new year, a good year, and year with prosperity, inshallah. Some people have also sent the message to say that may Allah give us the opportunity in this year to visit Karbala, inshallah, ameen. We pray for that. And when we look at this, we need to reflect that today, Friday, is like any other day. The day will change day and night. But we have to ask this question about what is that has made my today better than yesterday. Elders, brothers and sisters, everyone is hopeful that this pandemic will soon go away. And we pray to Allah Azza wa Jal that this pandemic goes away. However, during the time that we are waiting until this virus goes away from our environment, what is it that it is important for us to do? I did mention last week, and I want to repeat this and remind myself and remind you all, most important thing is that we should not lose hope. In most difficult situations, in most difficult times, we have a great hope, and we have that great hope in Allah Azza wa Jal. I want to mention one sentence or translation of one sentence of one dua of Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam, where Imam says, "For indeed I ask you because of my eternal hope in you and because of the great desire that I entertain about you." And what is that I entertain? It is graciousness, Imam says, which is graciousness and mercy that you have made obligatory upon you. We should never lose hope. Move forward. Know that Allah Azza wa Jal is there and our connection should be with Him. In Surah Al-A'raf, verse number 56, Allah Azza wa Jal says, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
First thing Allah says is, don't create corruption on this earth after it has been reformed. Number two, Allah Azza wa Jal says that pray to Allah Azza wa Jal, wad'uhu khawfan, with fear, wa tama'a, and with hope. Hope in Him, call upon Him. And then Allah Azza wa Jal says, inna rahmatullahi qareebun minal muhsinin, and the mercy of Allah Azza wa Jal is near to those who do good. So elders, brothers and sisters, this is the first thing. Do not lose hope. Number two that I want to mention is that you will be aware, and if you are not aware, then please do try and find the guidance that has been provided by Ayatollah Al-Uzma Sayyid Ali Husseini Sistani regarding the vaccine and the five questions that were asked by the Islamic Education Department of the World Federation. In these five questions, we get very clear guidance. There is nothing to stop us. Only thing that could stop us is if this vaccine was much more dangerous. Otherwise, Ayatollah Al-Uzma Sayyid Al-Husseini Sistani says, and we can understand from there, that with every vaccine, with every medicine, there is a little side effect, but he has given permission and we should take this vaccine. So when you are called upon, please do go. And only for your information, to know that how important this is in circumstances where in countries these vaccines are being sold and it is not possible for people to be able to pay for that. Ayatollah Al-Uzma Sayyid Ali Husseini Sistani has, in that condition, even allowed the use of the Shari'i hukuk in getting this vaccine. So it's important to realize and to know this. And the third thing is just to remind that tomorrow, 2nd of January, and then on Sunday, 3rd of January, 5 years ago, 2nd of January, we lost a great scholar by the name of Ayatollah Nimr Baqir al-Nimr, who was assassinated by the Saudi regime. This was on 2nd of January 2016. And last year, 3rd January, we had the murder of General Qasim Soleimani and also Abu Mahdi al-Muhandis of Iraq. This was on 3rd January, and we know of the contribution of all these three and the others towards the spread of the madhab of Ahlul Bayt alayhim as-salam. So we need to remember them, and I request you just now to recite one surah Fatiha for their ithali thawab. And if you can remember tomorrow and on Sunday, please do recite Surah Yasin or do any good act on their behalf. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين. We will now pray Zohar namaz. If you are praying at home, you will do the Furada niyat and you have to recite all the dhikr, please.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ashhadu anna Aliyan waliyullah. Ashhadu anna Aliyan hujjatullah. Salawatullah wa salamuhu alayhi. Hayya ala as-salah. Hayya ala as-salah. Hayya ala al-falah. حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد فتجاوز عن قبيحي ما تعلم مني الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله وقوته أقوم وأقعد
Allahu Akbar. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين وأوسع المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم الله أكبر الحمد لله كما هو أهله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تسبيح بيبي فاطمة زهرة عليها السلام
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد بن علي الباقر السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي السلام عليك يا حسن بن علي العسكري السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخائف السلام عليك أيها الولي الناصح السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الفاتحة